السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ديدو صمدي. هذا النهار ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقه ديال واحد النبات اللي هو قاتل موجود متاح في جميع المنازل، ممكن انكم تعطيوه للارانب ديالكم ويعني بكل بساطه انكم غادي تخلصوا منه. يعني حضروا من هذا النبات الخضره، وحقا خضره غادي نوريكم اشنا هي. قبل ما نهضروا على هذا النبات، بالنسبه للناس اللي بغاو يبقاو يعطيو الارانب ديالهم يعني النباتات والخضر يعني طريقه، وهي راني واحد السيرو هضرت عليه وهو ايبارينول. هذه غير يعني كفكره يعني دايزه. المهم انا اعطيتهم هذاك الدواء، ودابا راني كنعطيهم النباتات خضراء يعني غير تكون مجففه مزيان. ممكن انكم تعطيهم بحال هكا خص اللي غادي يشيط عليكم الاقامه، انت كما كتشوفوا هذا الكرومب حتى هو ما يدير لهم والو، القشور ديال المطيشه انتما كما كتشوفوا. الحلقه ديالنا ديال هذا النهار، وهي بكل بساطه ما غاديش نطول عليكم بزاف، وهي البصله. هذا القشور ديال البصله، هذا البصله الخضاريه، حنا كنقولوا البصله الخضاريه كتكون طويله. هذا البصله الخضاريه راه شحال من واحد يعني ما عرفش الارانب ديالو علاش ماتوا. كونوا متاكدين هاد البصله الا مشاو تاكلوها يعني راه مباشره كيبقاو يغوتوا. اولا كيبقى تسمع واحد الغوت يعني كانك يعني عطيتيهم شي سم. الله يسر. حذو من هاد البصله يعني كما واخا تكون غير الريحه ديالها في الماكله ما تعطيوها لهمش. قشور ديال البصله هكا يعني الخضاريه، كاينه البصله اللي كتكون مكركبه هكا، هذيك يا عموما البصل ما كيتعطاش يعني مباشره. كاين طرق يعني بالنسبه للناس اللي كيربيو الارانب في فصل الصيف، كاين الثومه والبصله، هادو ممكن انكم ديروهم لواحد كل لتر غادي تخلطوهم معاهم، ديروهم في المولينكس وتضربوهم بالخلاط يعني مولينكس، كتعطيوهم هذاك الماء ديال البصل ماشي البصل مباشرة، هذاك كيطيح لهم درجة الحرارة حتى لخمسة درجات. يعني إذا مشيو عبرتوا لهم درجة الحرارة كتلقاو أن درجة الحرارة كتولي عندهم مزيانة، والثوم راه معروف هذاك راه مضاد حيوي مزيان. أما بالنسبة باش تعطيهم القشور ديال البصلة يعني مخلطين مع الخضار اللي كتشيط عليكم، هذاك الدواء هيبارينول غادي يخليهم ما يمرضوش يعني بالامراض المعويه مزيان. ولكن بالنسبه الى عطيتيهم هاد القشور ديال البصله كما كتشوفوا هكا، راه هذا قاتل. كونوا متاكدين هذا راه قاتل. انا كنعاودها وكنعاودها، الناس اللي كيقول لك لا راه كنعطيهم بصله، هذيك القشور ديال البصله ممكن انكم تخلطوه لهم مع الماء وتصفيوه، تعطيهم غير الماء ديالو، ما تعطيهمش قشور البصله يا عباد الله، راه قاتل قاتل قاتل. هذه يعني وقعت لي في البدايات ديالي، ما كنتش كنعرف هذه سنين من يلاه بديت، كنت عاد صغير وكان عندي واحد الجار كي يعطيني هكا كي اذا كان شي حاجه مثلا الخبز كارم كيخليه لي مره كيجيب لي واحد الاناء عامر بشي قشور كيقول لي هكا عطيه للارانب. انا كنت كنعطيهم اللي كان يعني اي حاجه كنعطيها لهم. كانوا عندي واحد القطيع كله مشالي في نهار واحد، تخيلوا ان نهار واحد مشى القطيع كامل. اذا هذه نصيحه خذوها من عندي، ما تعطيوش الارانب ديالكم القشور ديال البصل او البصله، وخصوصا هذيك هذه البصله من هذا النوع اللي كتكون طويله، يعني كتكون هي طويله هكا، كتاخذوا نتوما الجزء اللي غادي يتكال وهذا كترميوه، كتقولوا غادي نعطيو الارانب هكا يعني القشور ديال الخضر. القشور ديال الخضر حيدوا هاد واخا الريحه قلت لكم ديالهم ما تكونش، انا هادشي غادي نرميه. هادشي واه ممكن انني نعطيه لهم، انتم كما كتشوفوا القشور ديال البصل يعني ممنوع بالنسبه للارانب. اللهم اني قد بلغت، لان هاد الموضوع هذا راه شحال من واحد كيغلط وكيضيع الارانب ديالو. قلت لكم ما بين ليله ونهار كيمشي القطيع كامل. كونوا متاكدين ان القشور ديال البصل راهم كسم، بحال اللي السم كتعطيوه الارانب ديالكم. كاين عاوتاني
نهضروا على حوايج اخرين، كاين القزبر حتى هو كيقتلهم، كاين هاد البصله اللي هضرنا عليها، وكاين القرعه البسيبسيه اللي كتستعملوها في الكسكسو نهار الجمعه، كتكون في هذا الحجم، كيقول لها القرعه البسيبسيه، ماشي القرعه الحمراء، وانما القرعه البسيبسيه كتكون تقريبا فيها واحد الشبر، هذيك القشور ديالها عاودينا مش تعطيتو للارانب راه كيضرهم، ولكن كيضرهم مع المده. عندك القشور ديال البصله وال يعني القزبر، هادو كيطيحوهم في البلاصه كيبقاو مساكن كيغوتو كانهم كلاو شي سم. اذا ما نطولش عليكم، يعني الرساله راه واضحه، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.